حدث معي في برنامج لإعلامي شيعي، انتبهوا، إعلامي شيعي، اسم الإعلامي هذا عمار تقي، له برنامج أو مقابلات مع شخصيات، وزراء، وجهاء، أعضاء، برنامج واسع اسمه الصندوق الأسود، وأنا واحد من الناس ما أتابع هذا البرنامج. لكن هذا الإعلامي الشيعي ذات يوم عمل مقابلة مع النائب والوزير السابق جاسم العون، تفاجأت، شيعي على غير مذهبي يتكلم عني ويعرض فيني الإعلامي الشيعي، إيش دخلك فيني وعن شيخنا رحمة الله عليه فلاح إسماعيل مندكر، ويسأل بطريقة معينة ماذا تسميم هؤلاء للأخ جاسم العون، وجاسم العون تكلم علينا بكلام سيء. فاللي حصل أنني دبرت رقم الأخ جاسم العون وراسلته عن الكلام الذي قاله فيني، ووعدني وعدا حسنا أنه إذا تبين أنه مخطئ فيما قال أنه سيتراجع، وتراجع جزاه الله خير. لكن الذي لفت نظري، الإعلامي الشيعي يحرش بين أهل السنة بطرح هذه الأسئلة. دارت الأيام في إعلامي اسمه عبد الجليل سعيد، سوري مقيم في أوروبا، وجه سؤالا إلى هذا الإعلامي الشيعي اللي هو عمار تقي، وفيما قاله أنك تقدم مقابلات بعنوان الصندوق الأسود وتسأل أسئلة دقيقة، حتى إذا واحد جاوب تقول لا من اذكر الاسم. فهو عمل تعامل مع عمار تقي كما يتعامل عمار تقي مع غيره، فقال له السؤال الآتي: هل بالفعل يا عمار كنت رئيسا للقسم الإعلامي والسياسي لخلية ميليشيا حزب الله في الكويت؟ سؤال في الصميم. وسؤال ده في سؤال ثاني، قال: ما رأيك يا عمار تقي بحسن نصر الله؟ تعامل الناس يا عمار وتنبش وتدقق بالأسئلة وتتكلم عن من لم يتطرق لك بشيء مثلي وأمثالي، والآن سبحان الله دارت عليك الدائرة. وهذا الإعلامي عبد الجليل سعيد أخذ ينتظر ويتحدى عمار تقي أن يجيب على هذا السؤال، فيقول بعد ذلك أن بعد فترة بعد ما أحرجه وكرر عليه السؤال يقول: إلى هذه الساعة ما أجبتني، وأنت عندك برنامج صندوق الأسود وسأعاملك كما تعامل الآخرين، افتح صندوقك الأسود وقل لنا هل بالفعل كنت رئيسا للقسم الإعلامي والسياسي لخلية ميليشيا حزب الله في الكويت؟ فيقول بعد هذا الإلحاح بالسؤال والإحراج أجاب السؤال بجواب ليس صريح أنه ليس كذلك، لكن من باب ما لا تتثبت لما كذا وكذا، ولم يجب إجابة صريحة. يقول عبد الجليل سعيد: إلى الآن لم يجب على السؤال الثاني، ما رأيك يا عمار تقي بحسن نصر الله؟ مثل ما قلت لجاسم العون ما رأيك في سالم الطويل، فجاك السؤال وأنت ما رأيك بحسن نصر الله؟ ها، مستقيم في دينه ومنهجه وسياسته، ولا منحرف؟ نريد الجواب منك، نحن ما تطرق لك فلا تتطرق لنا، لا تتطرق لنا حتى لا نتطرق لك، نعاملك بالمثل، مثل ما قلت وتسأل عني وماذا تسميهم، والأخ جاسم تكلم بكلام غير لائق، فالآن نسألك هذا السؤال عن مذهبك، هل نريد رأيك الشخصي بحسن نصر الله؟ نعم، ننتظر منك الجواب.